السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على حاجه مهمه قوي، اللي هو ايه التلات خمسات تايمر او المؤقت الزمني اللي هو رقمه تلات خمسات. وفي الواقع طبعا ده يعني يمكن حاجه مهمه موجوده في الحياه العمليه حتى كمان، ومن ضمنها اللي احنا برضه بنشوفه في الحياه العمليه وهنتكلم عنه بعض بالتفصيل ان شاء الله، ونعمل ايه سوليوشن اللي هي زي انت بنسمي احنا ايه اللغه الدارجه بتاعتنا في مصر اللي هي ماكينه السلم، ان احنا بنشغل نقط السلم اوتوماتيك بنسميها احنا ماكينه السلم. طبعا ماكينه السلم ديت هي في الغالب عباره عن دايره تلات خمسات. طب تعالى نستعرض كده الاول يا شباب مع بعض كده، الدايره عباره عن ايه؟ التلات خمسات ديت عبارة عن 8 بنات بالشكل ده كده شباب، زي ما احنا شايفين اهوت. تعالوا بقى نجيب ماركر. ده شباب مين؟ دي الدايرة أو الأطراف أو البنات بتاعة التلات خمسات. في عندك كام بن؟ هما في 8 بنات. طبعا زي ما قلنا طبعا ديت في كل معظم الدوائر الإلكترونية العلامة ديت بيبدأ بقى من على الشمال، بنعد أول طرف بدوت أول بين رقم 1 و2 3 4 5 6 7 8. فطبعا الأرقام من اللي احنا شايفينها دوت وشايفينها من 1 لـ8، هنا أنا عامل لها هنا يوت زي تفصيلة إن كل بن من دولت هيتوصل بإيه. فأنا عندي التغذية اللي هي سواء بقى كان أنت 5 فولت أو 15 فولت دي سي، هتوصل على الطرفين 1 و8. البن 1 و8 باعتبار ان الواحد هو الجراوند والطرف 8 واخد بين الفي سي سي، وزي ما قلنا ياخد ممكن كام بقى 5 فولت طبعا دي سي او 15 فولت دي سي. طبعا ده كله شاب مين؟ هيبقى دي سي. ويهمنا بقى ان طرف اللي معانا برضه اللي هو الخارج الاوتبوت اللي هو رقم كام يا شباب؟ رقم 3. وطبعا بقى بقيه الاطراف دي طبعا الاربعه او الاتنين ديت التريجر، الرقم 4 ريسيت، 5 ده ما بيستخدمش كتير. هنا بقى طبعا اللي هي اللي بيسموه احنا ايه العتبه الثريشولد، التفريغ بتاع المكثف ده الديسشارج، ده تفريغ بين شباب المكثف نفسه. تعالى بقى نشوف هنا الدايرة عبارة عن ايه ونحاول نعمله بالسيموليشن، وانا عاوزك تتابعني في الاخر وتجهز معاك آلة حاسبة وتايمر عشان نحسب الزمن اللي بعد فترة هيحصل طبعا ايه ستوب، او يحصل بقى ايه سويتش اوف للحمل نفسه بعد زمن معين. طب الزمن المعين ده ديبند على مين؟ ديبند على المقاومة. هنوصل هنا بعد كده في دولة تانية R، مقاومة اسمها R ومقاومة ايه والمكثف C. يبقى احنا هنوصل في الدولة دي بعد في الاخر مع مقاومة ومكثف C. ده خلاف الكريبتون دولت R، اللي C ديت اللي هي واصلة بايه بالطرف 5 اللي هو الكاون دوت. إذا كام ديت مكثف ثابت الساعة، ونفس القيمة دي 10 نانو فراد، دي 10 نانو فراد. وبتوصل مع مقاومة كما شباب برضو نوت، مقاومة مع ال في سي سي ومع الطرف ريسيت اللي هو على البن كام 4، لو 4 هو ده طرف ريسيت. المقاومة دي برضو ثابتة معانا قيمتها كام؟ 4.7 كيلو اوم. تعالى بقى نشوف احنا لما ناخد بقى ايه نوصل مقاومة تانية ومكثف تاني، هما الاتنين دول بقى قيمة المقاومة وقيمة المكثف هما بقى يتحكموا في مين؟ في زمن الفصل. احنا اول ما نشغل مكنة السلم ان احنا نضغط على لما يجي تضغط على السويتش دوت، هلاقي طبعا هنا الخارج بقى اكتف، بقى فيه فولت طالع في الخارج، وبالتالي احنا خارج ناخده على الليد اللي هو اللي عندي ده اللون الاحمر دوت. فبعد فتره طبعا هنا اول ما نشغل او ندوس على السويتش ده
اللي ده هيشتغل معانا وهينور. بعد فترة زمنية بقى احنا نقدر نتحكم فيها زي ما قلنا عن طريق قيمة المقاومة وقيمة المكثف، ان يحصل يبقى ايه، ان الليد يحصل بقى سويتش اوف، ينطفي بعد زمن معين. حلو بقى، ببص على شكل الدايرة بقى بعد ما نوصل المكثف المقاومة ديت. اهو يا شباب زي ما احنا شايفين كده معانا مين؟ ادي المقاومة اهي. هنا في الحالة دي انا جبت مقاومة قيمتها كام؟ 30 كيلو اوم. وجبت مكثف كام تاني؟ المكثف هنا كام؟ ده واحد ميه ديت ملي فراد، يعني 1000 ميكرو فراد. يبقى عشان ده احنا يا شباب دايما بنتعامل مع المكثف بالميكرو فراد، فدي يبقى ايه؟ 1000 ميكرو فراد. اللي هنا كام بقى؟ تعتبر كام؟ 1 ملي فراد. طب الطين بقى الاون هنا بقى اللي هو مجرد اول ما اقفل السويتش نوت ادوس عليه، طبعا ده مش بطن، طبعا اول ما ادوس عليه وافتحه تاني الاقي الليد تشتغل على طول، ويفضل بقى منور الليد اللي هو الخارج نوت لحد زمن معين. قلنا بقى هنا ما انا افتكرت نوت لو انا هشتغل ان اخلي مكنة السلم تشتغل ويفضل ايه اللمبات بتاعت السلم او نط السلم شغالة لحد كام؟ 33 سكند. طب ال 33 سكند دول بقى انا هختارهم كزمن، ده مثلا 30 ثانية. هجيب الأمر ازاي؟ في السي عندي معلومة والزمن انا فرضته، انا عاوز 30 ثانية او 33 ثانية. واضح اجيب بينا يا شباب بقى اللي احنا ازاي احسب بينا مين الار. هحسب بينا الار بالقانون، بقول التي على الكلام ده كله يطلع لي كام؟ بقى 30 كيلو اوم. يعني 30 كيلو اوم ديت والمكثف اللي هو 1000 ميكرو فراد هيطلع لي خارج في الزمن كام؟ 33 سكند. اه تعالى بقى نبص عليه في السيميوليشن بقى مع بعض. طبعا انا هنا ايه عديت في المقاومه الاول كده حسبتها عند ايه 60 سكند يعني دقيقه. هنا ازاي هنا المقاومه زادت معايا كام؟ بقت 55 كيلو اوم. طب تعالى يا شباب نعمل كده بقى سيميوليشن عليها ونرجعها تاني على كام؟ على ال 30 اوم عشان الزمن يقل شويه. تعالوا بقى نعمل هنا هقفل السويتش الاول اهو بقى، وابتدي اعمل ايه تريجر كده. انا شغلت من يا شباب اول ما دوست ستارت وعملت ستوب فضل هنا الليد شغال كده. بقى احسب معايا بقى لو سمحت بقى الزمن هيستغرق ايه الليد لحد لما ينطفي. ان انت كده شغلت مكن السلم دوست على البيش بوتون، اللمبات نورت في السلم كله عندك في مدخل العماره او البرج اللي انت قاعد فيه، وبعد زمن اللمبات هتطفي لوحدها. لاحظ معايا بقى هنا بقى انت طبعا المفروض زي ما قلت لكم بقى كنت انت تطلع معاك ساعه رقميه وتعمل ستوب ووتش وتشوف هتسجل كام زمن هنا كده. نظبطها عند كام يا شباب؟ ال 55 اوم ديت هتدينا 60 ثانيه بالظبط. احنا كده دلوقتي واصل معايا دلوقتي، انا عمال اعد اهوت التايمر اهوت كده وصل ل 50 ثانيه اهو كده داخل على 55 ثانية كده بقى هيخش على كام؟ على 60 ثانية اهو كده يا شباب بقى 60 ثانية بالظبط. حصل بقى ايه؟ ان عندنا الليد بقى سويتش اوف. نرجع نعمل تاني حكاية تاني. لاحظ بقى يعد الزمن هنا برضو كده 60 ثانية ويحصل يا شباب بين برضو ايه سويتش اوف. فانت طلع معاك السويتش ستوب او ستوب السويتش دوت، وتحاول تشوف الزمن اللي هيستغرقه لحد ما الليد ينطفي تاني. انا كده دوست على السويتش اهوت عملت له ستارت وطبعا شلت الصبع من عليه تاني، فكده عملت له ريليز. يعني ده ايه اللي هو اللي احنا عارفينه الستو اللي هو البوش بوتون اللي هو زر الضغط كده. معايا شباب الزمن اهوت 35 ثانية ادي بنعد دوت كده بقى 40. انت ممكن بقى في الفيديو بقى تعمل بوز بقى للفيديو وتجهز معاك طبعا ستوب ووتش وتشوف الزمن اللي استغرقه لحد ما يحصل هنا بقى ايه الليد ينطفي او اللي ماكنة السلم تبقى سويتش اوف او كده. يا شباب خدنا 60 ثانية بالظبط. تعالوا بقى نتحكم فيها شوية تاني بقى.
ونعمل خلي دي قلنا كام بقى، 30 كيلو اوم. كده بقى الزمن هيقل معايا، هيوصل لكام؟ حوالي 33 ثانية. انا هوصل المفتاح الاول بقى عشان هو شغل برنامج وبعد كده اطفيه، او اول ما عملت اهوت مع اني فصلت المفتاح تاني اهوت الليد اشتغل. كده بقى هيعرض ايه بقى، هيستغرب بالظبط يا شباب زي ما حسبناها بالآلة الحاسبة في الفيديو. هو كان طلع كده معانا كام، 33 ثانية. ادي كده معانا داخلين على 20 ثانية اهو. هتلاقي ان شاء الله بعد 33 ثانية بالظبط هيحصل هنا بقى ايه. اه يا شباب حصل هنا بقى ايه، سويتش اوف للليد اهو، يعني كده عندي بقى ايه مركز السلم طفت خلاص اوتوماتيك اهو. نرجع لشغلة تاني. عد معانا كده، ده احنا دخلنا اول في 5 ثواني. كده دخلنا 15 ثانية اهيت. فانت برضو ايه بقى احسبها عند زي ما قلنا شباب، عند مين بقى، 30 او 33 ثانية بالظبط هبتدي يحصل هنا بقى ايه بقى. ادي كده 30 ثانية اهوت، ادي 1 2 التالتة اهي على طول حصل هنا بقى ايه، سويتش اوف للليد اهوت. وكده يا شباب بقى يكون احنا وصلنا لنهاية الفيديو. واتمنى بقى لو انت بقى اول مرة تشاهد القناة ما تنساش الإعجاب والشير والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.